أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. وصلنا لفقرة أكثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهالنشطاء شو تداولوا فيديوهات، في فيديوهات كثيرة، لكن اخترنا لكم ثلاث فيديوهات حلوين مميزين. الفيديو الأول تحت عنوان، طبعا عنوان معنون بالآية الكريمة: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. رح نشوف هذا الغراب شو عمل، هذا الغراب رح نشوف الفيديو مع بعض مشاهدينا الكرام. يزيل علم الكيان الصهيوني، ضل مصر لحتى طير العلم وقاموا عن السارية. خلينا نتابع مع بعض. عزفت الدجل. الو الو دني اوقف. اي 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 انا رخيص. الو عزفت الدجل بخير. انا بشوك. لا 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 اوقف اوقف. ما אני בהלם, אני בשוק. سبحان اللي علمه، سبحان الله. يعني دائما يمكن الغراب صاحب خبرة وحكمة من زمن سيدنا آدم، سبحان اللي علمه. خلينا نشوف بعض المسجات. أحمد سليمان بيقول: وعد الله حق، إن شاء الله ستزول قريبا إن شاء الله. أبو محمد بيقول: حتى الغراب يأبى أن تكون دولة لكم، هذا أمر الله وإيحاء من الله إلى ذلك الغراب. سبحان الله فعلا. وسامح بيقول: سبحان من علموا هذا. سبحان الله. أبو عمر بيقول: سبحان الله العظيم، طغوا في الأرض حتى الطيور أصبحت تكرههم. فعلا سبحان الله، جد شيء عجيب. يعني الله عز وجل يوحي لمن يشاء من خلقه، سبحان الله. نيجي لفيديو تاني طبعا حلو لطيف، من مخلفات قطع السيارات. شاب أردني يبدع بإعادة التدوير، يصنع أشكالا مختلفة من هذه القطع المعدنية. خلينا نتابع مع بعض هذا الشاب من محافظة الزرقاء، نشوف شو عم بيبتكر. يعني والله إنه مبدع، يعني عامل جراندايزر على ما يبدو، رجال آليين، مراكب فضائية، سيارات عجيبة، ماتورات، قطع يعني فنية فعلا. واللي شفناه هذا عبارة عن زي متحف لإله، حاطط فيه كل الأشياء اللي أبدع فيها، ما شاء الله عليه، مبدع. نشوف بعض المسجات. مسامر بتقول: مبدع ما شاء الله، غير منظر الشارع، غير منظر الشارع، بارك الله فيه. والشارع كان عبارة عن متحف فعلا. أبو رشيد بيقول: بالفعل إنه مبدع، اللي بيحول الخردوات إلى مناظر تجذب المارة على الطريق، ما شاء الله، بيستاهل الواحد يروح يشوفه. نعمة بتقول: إبداع وفن وعقل نظيف، الله يبارك له. فعلا والله يا نعمة. إسراء بتقول: عن جد رهيب ما شاء الله عنه، عن عقليات بتخوف بس الإهمال دبحها. إن شاء الله يا ربي فعلا نشوفه بأعلى المراتب من المبتكرين والمبدعين، جميل جدا. رح نروح لفيديو ومش عارفة بيضحك ولا بيبكي ولا شو اللي مخليه يعمل هذا الشاب هالعملة. هذا شاب حب يعمل عرس وقال بدي أعمل عرس مختلف. يبدو أنه قال أو وعد يعني زوجته أنه رح أخلي عرسك يحكوا الناس فيه. فراح عمل عرس تحت الماء في قاع البحار. هذا شاب فلسطيني وكان عرسه تحت البحر، عمل قصة وحمام العريس كلها كانت تحت البحر. خلينا نشوف هالفيديو، ويا ترى أترك لكم التعليق وانتوا بتشوفوا. يلا
وحلك يا حلاك بالموس الذهب وحلك يا حلاك بالموس الذهب يا حلاك بالموس الذهب يا حلاك بالموس يا شباب صح يا شباب خلوا للعرسان بهجة خلوا للعرسان هو يا عارس يا ابو العقال يا عارس يا ابو العقال من وين صايد هالغزال ورشوا من العطر عليه اولاد عمو حواليه يا العرس تحت المية وعنا بيصلينا وعنا بيصلينا وعنا بيصلينا وعنا بيصلينا لا لا حيا دالي لا لا حيا دالي مطول هالغالي من الأصول يا عريس عريس ألف مبروك اسمع يبدو أنه هو العريس أصلاً غواص فحب يقيم عرسه بمكان عمله يعني مقدر عمله والله أعلم وسبحان الله العريس مقدسي ودائماً المقدسيين معودين على أشياء عجيبة وغريبة والله يبارك له الله أعلم يمكن هو في كتير تعليقات يمكن الناس ما عجبها وفي ناس عجبها لكن كل واحد حر بطريقة الاحتفال طبعا اللي بده يبتكرها لليلة عرسه أو يبدو أنه أرخص من القاعة البحر الله أعلم نشوف أحمد شو بيحكي إشي مفخر الشباب تحياتي من سطح اليابسة إلى قاع البحر يبدو أنه أحمد مبسوط على هذا العريس إيمان بتقول بطلع لنا عادي ألف مبروك ألف مبروك يبدو أنه إيمان من بعض الشخصيات اللي حضرت العرس على ما يبدو أو يبدو أنها مقدسية بتشجع هذه اللي بيسموها الأفكار الغريبة والعجيبة للأعراس أو يبدو أنه هو ربما تزوج حورية البحر وما بده يغربها يطلعها لسطح الأرض الله أعلم هي يمكن تعليقات كثيرة كانت من كثير من الناس لكن نتمنى له يا ربي التوفيق إن شاء الله بهذا الفيديو مشاهدينا الكرام بنختم برنامجنا لليوم وبنحكي لكم يعني بتمنى تكون الحلقة نالت إعجابكم نترككم في أمان الله أكيد وعلى بركة الله والسلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء.